بعض تطبيقات المصالح المرسلة. من تطبيقات المصالح المرسلة جمع القرآن الكريم زمن أبي بكر وعثمان والداعي إليه حفظ الدين بحفظ مصدره الأساسي وهو القرآن الكريم. من المصالح المرسلة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة بالواحد والذين اشتركوا في قتل الطفل في صنعاء، فقال: لو اجتمع عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به. وهذا من باب حفظ مقصد النفوس إذ أو حفظ النفس، لأنه إذا ترك أدى ذلك إلى اشتراك الناس بالقتل ليتهربوا من القصاص. ومن المصالح المرسلة أيضا منع سيدنا عمر رضي الله عنه الصحابة من مغادرة المدينة خلال فترة خلافته للاستعانة بهم في أمر الشورى والسياسة والحكم. من المصالح المرسلة جمع الحديث وتدوينه ووضع أصوله، وضع علم أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة. هذه كلها من المصالح المرسلة. وابتكار فن الجرح والتعديل، مع أن ذلك كله لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المحاضرات التي هدف منها حماية الدين من خلال حماية مصادره الأساسية. من المصالح المرسلة وضع الخراج وتدوين الدواوين وتسجيل العقود في السجلات الرسمية، حتى الهدف من ذلك حفظ الأموال من أن تضيع على أصحابها. من المصالح المرسلة الزواج لا يثبت إلا قضاء إلا بوثيقة رسمية، ولا تسمع دعاوى الإنكار إلا بها، وذلك لما يقع من الجحود وما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأولاد، فحفاظا على الحقوق يقتضي منع عقد الزواج الخارج عن القانون. عقد البيع الذي لا يسجل في السجلات الرسمية لا ينقض الملكية، وذلك حفظا لحقوق الناس وأموالهم كي لا تكون مجالا للتلاعب. طبعا للأسف بعض الناس خصوصا في مجتمعاتنا يظن أن خلاص الثقة، يكون الناس بعض الناس متدينين، الثقة خلاص عقد براني في الزواج وعقد براني. حبيبي ربما تموت يوما ما ويأتي ورثتك يطالبون وتنكر الحقوق وتجحد، لماذا لا تسجلها بشكل رسمي نظامي عليه ختم الديوان أو ختم الجهة الفلانية أو العلانية أو ختم المحكمة؟ لماذا؟ دراسة اللغة العربية والعلوم الشرعية والعلوم التقنية والطبية وما من شأنه تقوية اقتصاد الدولة وتحقيق كفايتها وعدم اعتماد على الدول الأخرى، أيضا هذه من المصالح المرسلة. استخدام وسائل الإعلام لنشر الإسلام وتبصير المسلمين بأمور دينهم ودعوة غيرهم للتعرف على محاسن الإسلام، ومن ذلك منصة رواق الرائدة، وأنا أحيي هذه المنصة الطيبة المباركة التي فتحت لنا المجال للتواصل معكم، وقد استفدت من هذه المنصة محاضرا وطالبا. فأنا في الوقت نفسي الذي أكون أحاضركم فيه أنا طالب في مواد أخرى ليست من اختصاصي، أتعلم بعض الاستراتيجيات التدريس ومحاضرات اللغة الإنجليزية وحتى شيء من الصينية وما إلى ذلك. كل هذا المشروع العظيم بارك الله بالإخوة الذين يقومون به ويسارون ويتعبون دون أي مقابل يذكر، جزاهم الله عنا كل خير. هذا أيضا من المصالح المرسلة، وهو نوع من جهاد الكلمة، جهاد نشر العلم وتوصيله للمسلمين، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. من المصالح المرسلة أنظمة المرور المعاصرة، ومن الأمثلة أيضا جواز الاستنساخ النباتي والحيواني إذ له منافع متعددة تتمثل في زيادة المنتوج وتحسين النوعية بأيسر الجهود وأقل التكاليف، وتحسين الأدوية كما ونوعا مع الحيطة والحذر
وتريث وبحث جاد وتجارب متعددة لكسب منافعه واتقاء مضاره. من الأمثلة على المصالح المرسلة توحيد الأذان في المدينة أو الحي، وذلك لأن المقصد من الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والمدينة الواحدة تحتوي على عشرات المساجد، ومن الصعوبة اتفاق المؤذنين في وقت أداء الأذان، فكثيرا ما ينتهي مؤذن ليبدأ آخر وهكذا. ففي توحيد الأذان ضبط لوقت الصلاة وضبط لوقت الصوم والإفطار في رمضان. وقد رأيت هذا جليا حيث كنت أسكن في مدينة هنا في الخليج. سبحان الله، بين المؤذن والآخر أكثر من 5 دقائق، حتى بعضهم ينسى ثم يتذكر أن يؤذن بعد انتهاء الصلاة في المسجد الذي بجانبه يؤذن، بينما المدينة التي بجوارها اتخذت سياسة توحيد الأذان، فكل المدينة يؤذنون أذانا واحدا، وذلك يضبط وقت الإفطار ووقت الصيام، فيها ذلك مصلحة كبيرة للمسلمين، وهذا من المصالح المرسلة. ومن الأمثلة أيضا وضع قوانين تحدد عدد ساعات العمل والحد الأدنى من الأجور، وحماية العمال من الفصل التعسفي، يعني هذا قانون العمل العمال الذي يحمي العمال من جور المالكين، وكفالة العمال عند وكفالة العامل عند عجزه وكفالة أولاده من بعده. هذه من المصالح المرسلة.